كل يوم يزورون مكتب البريد أملا بالحصول على رواتبهم، وكل يوم يقابلون بنفس العثرات التي لا تعود عليهم إلا بالخيبات. غياب السيولة المالية وعدم صرف رواتب الآلاف منهم هو ما يدفع بهم للانتظار هنا. فهذا المكتب ليس سوى واحد من عشرات المكاتب التي تشهد ازدحاما بالنسبة للمرتادين من العملاء، لكنهم يعانون جميعا من نفس المشكلة التي تمثلت من قطاع رواتبهم. هذه الرحلة اليومية والجلوس على هذه الأرصفة نابعة من حاجة هؤلاء لتوفير قوت أبنائهم والإيفاء بالتزاماتهم الضرورية تجاه أسرهم. فمن يكون منهم محظوظا وفي وضع أفضل يحصل على قسط بسيط من راتبه، لكنه أيضا من تسديد بعض المواطنين فواتير بعض الخدمات، وهي ما تجعل من موظف البريد يوزع مبلغا بسيطا لمن ينتظر راتبه. أنا لي ما استلمتش راتب شهر 8 تمام، والآن داخل راتب شهر 9، إذا ما استلمتش حق 8 بيوردوا عليه حق 9 تمام. الآن ندور من 2000، كل واحد يدي لنا من 2000 من 1000 على هذه الحالة. وسط مدينة تعز المحاصرة يشهد الوضع تدهورا متسارعا في جوانب الحياة المختلفة، وهو ما يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر، خصوصا في الجانب الاقتصادي حيث توقفت الحياة وتراجعت الحركة التجارية، كما شهدت الأسواق ارتفاعا حادا بالمواد الغذائية والاستهلاكية. هذه الأوضاع الراهنة في ظل حرب وحصار الميليشيا منذ سنة ونصف تسببت بخلق حالة إحباط لدى المواطنين، ناهيك عن انقطاع رواتب الآلاف منهم. كل ذلك هو الفشل الذريع التي دفعت الجماعة الانقلابية البلاد إليه، وعند أول اختبار يتمثل بالجانب المالي وتوفير رواتب الموظفين فشلت. إذن لم تلتزم سلطة الانقلاب بتوفير رواتب الموظفين، بل وسخرت كل مقدرات الدولة لصالح مجهودها الحربي، فلا رواتب موظفين ولا اقتصاد، وهو ما انعكس بركود الحياة على مختلف الجوانب.